أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة التواصل مع الجمهور عبر برنامج سناب شات كأول جهة حكومية تستخدم هذا البرنامج، حيث يتم تغطية الأنشطة وتسليط الضوء على مختلف إداراتها وآلية عمل إصدار البطاقة بمختلف خدماتها وبشكل مباشر، حرصا منها على تقديم خدمة أفضل وإطلاع الجمهور على كل المستجدات أكيد المعلومات المدنية. شكرا لهم على هذا المجهود، وجميل ان احنا نشوف الجهات الحكومية تحرص على التواصل مع الجمهور في كل الطرق والسبل المتاحة لتسهيل عليهم هذه المهمة. ما شاء الله، يعني برنامج كويت فايندر بالفعل قاعد نشوفهم قاعدين يتواصلون مع الجمهور والمستمعين، وايضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي بالفعل الان اصبحت واحدة من اقوى الوسائل الاعلامية. بالفعل حلو ان الواحد يوظف هذه الامور في خدمة الانسان، وخاصة اذا كان المواطن والمقيم على دولة الكويت.